تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أن طائرات قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قصفت قافلة موالية لنظام الأسد في سوريا بينما كانت متجهة إلى موقع عسكري للتحالف قرب الحدود الأردنية. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن واشنطن لن تزيد من دورها في الحرب الأهلية السورية، لكنها ستدافع عن قواتها عند الضرورة. قالت مصادر صحفية إن الدفعة 11 قبل الأخيرة من مهجري حي الوعر في مدينة حمص السورية وصلت إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة في ريف حمص الشمالي، وتضم الدفعة نحو 800 شخص بينهم نحو 100 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وبذلك يصل عدد المهجرين من حي الوعر إلى نحو 26,000 شخص. ومن المتوقع خروج الدفعة الأخيرة من الحي خلال الأيام القليلة المقبلة. تمكنت قوة من الرد السريع تابعة لقوات الشرطة الاتحادية في العراق من تحرير فتاتين أزيديتين في حي 17 تموز بأيمن الموصل. يذكر أن أفراد داعش قاموا باختطاف مئات الفتيات الأزيديات وإعدام المئات بعد اجتياحهم قضاء سنجار. أقدمت مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي على خطف مواطن في جرود عرسال شرقي لبنان وفرت به إلى جهة مجهولة. وتقول الأجهزة الأمنية اللبنانية إن لديها عددا من الموقوفين الذين يدلون باعترافات عن أشخاص لديهم ارتباطات بتنظيمات إرهابية ويسعون إلى تنفيذ عمليات أمنية خطرة في لبنان بالتنسيق مع داعش في سوريا. طلبت زعيمة المحافظين تيريزا ماي من البريطانيين منحها تفويضا واضحا في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 8 من شهر يونيو حزيران المقبل تمهيدا لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وشددت ماي على أهمية الحصول على تفويض واضح في وقت تخوض فيه البلاد الرحلة الكبيرة للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى تنتزع أفضل اتفاق ممكن في المفاوضات. أكد علماء بريطانيون أن الانقطاع عن ممارسة الرياضة حتى ولو لفترات قصيرة قد يتسبب بمشاكل صحية جمة. وقال العلماء إن التوقف حتى ولو لمدة أسبوعين عن ممارسة الرياضة والنشاطات البدنية قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في معدل الأيض والتمثيل الغذائي في الجسم، ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض كالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والشرايين والأمراض التي تتسبب بالوفاة المبكرة. نهاية الموجز، في أمان الله.